هل يجوز نشر الصور في الجرائد اليوميه؟ هل يجوز ايش؟ نشر الصور. نشر الصور؟ ايوه. في الجرائد اليوميه. وهذول اللي بيطبعوا الجرائد يعني فكرك بيحللوا وبيحرموا لحتى تسال يجوز ولا لا يجوز؟ بالنسبه لنا احنا ما لناش دعوه بهم، هم احنا سبب نفسنا لنا انفسنا احنا. انت عم تقول نشر، اذا انت تعني هل يجوز شراء الجرائد؟ يعني مثلا انا عندي صورة. انت تعني هل يجوز شراء الجريدة؟ لا مش اعني شراء الجريدة. اذا جريدة. اذا ماذا تعني؟ يعني ما في مسابقة معينة ولتكن حفظ القرآن الكريم. اه. فطلبوا مني صورة لينشروها في الجريدة الرسمية. ايوه. ان انا مثلا نجحت في هذه المسابقة. ايوه. هل يجوز نشر الصوره؟ اذا انت تعني هل يجوز ان تعطيهم صوره لك لينشروها؟ نعم. وين سؤالك وين واقع امرك؟ مثلا بقرا ما يجوز ما يجوز. ما يجوز. نعم. ما يجوز. جزاكم الله خيرا. وإياك، وانت حينما تنجح ماذا تقصد بالنجاح؟ تقصد الدار الدنيا ام الاخرة؟ الاخرة طبعا. ان شاء الله. السلام عليكم. اكلمك من شونة الجنوبية. من شونة الجنوبية. على شونة الجنوبية. يسلم على اخواننا هناك. الاخ جمال عايز يتكلم معاك اهو. اه طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. كيف حالك يا شيخ منصور؟ احمد الله اليكم جميعا. خير ان شاء الله. ارجو الله ان نكون جميعا بخير. كيف حال الصحة؟ ماشي الحال، صحة عجوز. نعم. صحة عجوز. أعانك الله وقواك الله. جزاك الله خير. يحييك الله ويبارك فيك. الله يحفظك. في سؤال من فضلك لو سمحت. تفضل. وهل استشارة الوالد أو استئذان الوالد في مسألة الزواج واجبة؟ المستشير أعزب؟ نعم. ما دخل الدنيا بعد؟ لسه. لسه. لسه ما دخل. لا ما بدأ استشارة لأن هذا فرض. نعم. لا حاجة إلى الاستشارة لأن الزواج في اعتقادي فرض وليس سنة فقط. نعم. لأن خشية الإنسان على نفسه العرض. أيوة خشية من باب أولى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.